توزيع المستوصف هذاك ديال جمع الوزارة وزارة الصحة الحق الخارج الميزانية تجهيز السوق الأسبوعي بالكهرباء 50 درنا له غير 200 ألف درهم لأن غنشدوه غير من هذا هو التقويم التالي صرف المياه الشتوية بناء سوق نموذجي للباعة المتجولين 120 مليون الباعة المتجولين كيخص واحد الدراسة كيخص لمن مع السلطات المحلية شكون اللي غيستافد واش الجمعية واش الناس وخص شراء العقار إذن هادشي اللي دار هكا تقريبا واحد المنطوع عشوائي العشوائي كيف خصاش يكون خصاش يكون عندنا دراسة لأن هاد الفلوس راه ديال المواطن اللي كيخلص الضرائب حنا ما كيخصناش الحق نديرو فيهم اللي بغينا راه كاينه تجهيزات أساسية كاينه تجهيزات اللي ناقصة لأن اللي خصنا نصوبو لصالح المواطنين لأن هنا هادو اللي كنقولو ما عندنا لا طلب ما عندنا شكون ما عندنا والو إذا بغينا نصوبو واحد الحاجة حقيقة السوق النموذجي مزيان ولكن خصو أسس ديالو خصها تكون عندك الأرض خصها تكون عندك الدراسة وعندك لائحة من عند السلطات المعنية اللي كتدير هذا شحال من واحد واش غنديرو السوق فيه 100 200 300 إذن هذه كانت محطوطة بالعشوائي باش تنفسر لكم توسيع المستوصف لا يمكن بأن المستوصف تبع وزارة الصحة ووزارة الصحة هي اللي متكلفة احنا منوع علينا نعطوا لوزارة أخرى من غير الجماعة بناء الطرق ما كاين مشكل وراه عندنا ميزانية ديالها وغندوزو دير العتاد هذا ديال العتاد ديال المكاتب وديك شي ما كناش فيها راه دوزنا توسع المستوصف جي السوق الأسبوعي بالكهرباء درنا له ما يقدم 20 مليون وصرف المياه المشتركة درنا له 10 مليون يعني كافية واحد القنطرة كيتجمع فيها الماء إما غنديروا لها بيت ولا غنديروا الموطور تاع الخوا فيها بعد الشتاء يعني راضين جميع المواطنين ولكن الأكثرية ديال الدولة الدولة ساهمات شوفوا الهرهرة كي داير يعني كان جميع المكونات ديال الدولة حسب تعليمات ديال صاحب الجلالة نصره الله باش لكل شيء باش ما يبقاش تشتت المصاريف ديال هذا ما بين الوزارات وما بين الجماعات فلذا تخلقوا واحد جوج شركات يعني مشاركة فيهم الدولة بالمكونات ديالها وهما جميع الناس كل واحد الدولة اللي كتكلف كل جماعة شحال المساهمة ديالها وحنا الأول الأولي الحمد لله هذه الجماعة في الأول ساهمنا ب 300 مليون ساهمنا ب 500 مليون أنا احنا الوحيدين اللي كان عندنا الفائض وكنساهم في جميع المتطلبات ديال الدولة ولما ديال الدولة لأن الدولة المشروع اللي كاين في عين عتيق ما يساوي 8 مليار ديال السنتيم يعني احنا في هذا الربع سنين غنساهموا في مليار كل عام 300 والدولة غادي تسمي بفاتران مفان واد الحار طرقان الداخل يعني وصوت عليها المجلس يعني هذا المشروع عندنا هذا المشروع وصوت عليه المجلس وجد لأن أوني تنقاجي احنا من صوتنا على واحد المشروع كيخصنا نساهمه هذه هي تقولك لا هذه الفلوس اللي ديروا من اللي بغينا لا غير باش الناس تشوف انا كنقول هذا مرة الصحافة انا ماشي ضرتي يعني انسان حط واحد النقطة نجيو نتناقش داخل كاين الصحافة كاين المواطنين كاين المجتمع اللي خصو يجي كاين السلطة كاين كل شيء إذن راه اللي كيتحمل المسؤولية ما خصوش يتخزن اللي كيتحمل المسؤولية وعنده مسائل قانونية ومسائل اللي عاطيها المشرع تنقول المشرع راه عندنا اللي ما عرفش شيء التشريع ياخذ هذاك الكتاب ديال اسمح لي تنظيم الجماعات فهمتيني ويشوف الميثاق ديال الجماعة ويعرف القوانين اللي عليه واللي ماشي عليه هنا هو الطالب هذا ما كتشوف الطالب واش درتي الطالب وما تجيش هذا من غير المعقولات انا كنقول للجميع انسان كل واحد يتحمل مسؤوليته ورا انتخابات ما كنقولوش حنا كاسبين شي حاجه حنا كنمثلوا المواطنين المواطنين دايرين فينا واحد الثقه كرئيس كيعود كيف ما بغى يكون الحال راه ملي كتكون داخل الجلسه كتولي عندي النقطه ديالي بحالي بحالهم
إذن كيخص كل واحد يتحمل مسؤوليته، يتحمل مسؤوليته كمواطن، ماشي نهرب. الهرب مناش، الهرب كيتسمى ضعف. سيد الرئيس، هذه سابقة في تاريخ تدبير الشأن المحلي بجماعة عين عتيق، أول مرة في عمر هاد الولاية ما تتوفرش النصاب. فهمتي، كتعرفوا كل شيء. دابا ماشي غير هاد الشيء، كتعرفوا دابا حنا على الأبواب ديال الانتخابات، على الأبواب ديال الانتخابات كتعرفوا كل شيء. وكتعرفوا حنا كاين خليط ديال الأحلام، فعلا كان ديما بالإجماع أول مرة في هذه، لأن الأسباب والمتسببات ديالنا باينه باينه. درتي طلب دفذ الأمان، خصك تجي، لما جيتيش لماذا؟ لماذا؟ واش ما تحقق ديالنا؟ ديالنا تخرجوا لبرا، واش يكون؟ هذا انتخابات، كل واحد حر، كل واحد ينتخب كيبغى، كل واحد ترشح، القانون واضح. فهمتيني؟ ماشي هنا، ماشي على عاتقك. مسألة ديال المواطنين وما تجيش، هذه خيانة، بالنسبة لي خيانة. لأن علاش ما غاتجيش؟ يعني ما تعني بها ما تجيش، وتحرك كضرني أنا؟ أنا ما عندو فاش يضرني، إلا ما جاش كاع حتى الأخير، فاش غضرني؟ أنا كنطبق القانون حرفيا، وحنا راه في دولة الحق والقانون، حنا راه ماشي دولة بوحدنا، حنا جماعة، وخصنا نخدعو المساطير ديال الدولة. والطلبات ديال الدولة، ونكونوا كنلبيو سمع التعليمات ديال صاحب الجلالة. راكم كتسمعوا الخطابات ديالو والكيفية، وكتشوفوا الخدمات راه كتبان لكم في الهرورة وفي التمارة وفي كل شيء. راه ما يمكنش لأي جماعة تعطل واحد المسؤولية اللي سيدنا نصره الله كيجري فيها، وأول مرة في التاريخ، أول مرة في التاريخ كاع المكونات ديال الحكومة جمعت وعطاوها لواحد الشركات باش تكون الخدمة ما تبقاش تعلق المجالس. هذه من الأسباب، علاش داروا هذوك الشركات باش أنت تساهم وتمشي في حالك. هذيك الساعة السيد العامل، السيد الوالي، كل من تيمثلوا السلطة هما اللي كيديروا التتبع. حنا علينا بالمساهمة وعلينا بالمشاريع اللي داروا، عطاوها لنا. ولا بغيتوا حتى السيد المدير يعطيكم مدير منها، ودوزناها ولينا انجازي واتفقنا، وكاين موافقة المجلس ككل بأن غنبقاو نساهموا في هذا البرنامج. ما نجيوش حتى الأخير ونبداو نقولوا لا، هذه لا، راه ماشي حنا اللي خصنا نقولوا لا، ولا راه خصنا نكونوا من الأولين، من الأولين. هذه راه مصالح ديال المواطن، ديال المواطن. وخصنا سمع الحكومة ديال سيدنا اللي عطاها تعليمات صاحب الجلالة خدامة ليل ونهار، كتشوفوا الهرورة، كتشوفوا في تمارة في عدد المدن، ماشي غير حنا. وحنا الجزء لا يتجزأ من هذه المشاريع اللي تعطاتنا ورحبنا بها وصوتنا عليها، خصنا نكملوا، ماشي بالهروب، خصنا نكملوا. ولا كانت شي معارضة ضد أشخاص أو ضدي أنا، هذا مش من اللي يجيدوا. يعني كاين الوسائل، فهمتيني، كاين جميع الوسائل ديال الدولة دايرة، ها القانون، ها خرجتي القانون، ها كل حاجة، ما كاينش بالهروب، لأن الدولة دايرة قوانين، هاد القوانين، ها الاختصاصات ديال الكرائس، ها الاختصاصات ديال المجلس وجميع الأعضاء ديالو، ها الاختصاصات الدولة، لأن حنا وخا مجلس، عندنا تعليمات ديال الدولة، حنا جزء من الدولة، وحنا مواطن وخصنا نموتوا على الوطن ديالنا، وخصنا نكونوا في المستوى، فهمتيني؟ خصنا تكون عندنا الروح الوطنية، عندنا الروح الوطنية ما كتكونش في القهوي، الروح الوطنية كتكون في التدخلات والكيفية والمسائل اللي كتدفع المواطنين، ماشي الهرب، الهرب كيتسمى خوف، أي إنسان حتى في حالة حرب إلا هربتي خواف، وحنا لا نحمل الخواف هنا، خص يكون الإنسان راجل. ويجي ويعبر على الآراء ديال المواطنين والمتطلبات ديال المواطنين. كل شيء درناه، كانت تيقولوا الحمراء كنا غنتفك هنا، كانت سيدي الباشا والتعليمات ديال السيد العامل بأن من نهار تجمع اللجنة باش نفكوا هادشي قبل الانتخابات. فلذا كل شيء مشاهد، كل شيء متوفر، كل شيء موجود. علاش درنا هذا؟ أنا لا يهمون غير تنقول هذا باش الصحافة ما تجيش وتبقى التأويلات في القهوة،
القهوه راه كيخرجوا واحد العدد. الا كانت الحملات الانتخابيه الحملات بعدا نكملوا الدور ديالنا نكملوه ومن بعد واش كاينين عاهنا؟ راه ما كاينينش عاهنا فهمتيني؟ كاين واحد العدد ناس كاين عدد الاحزاب نكملوا حنا الدور ديالنا باش غنتقدموا نهربوا ونتقدموا. هذا راه غلط كبير. الجنه ما كيتعملش واللي ما عندوش الروح الوطنيه هو اللي كيعمل بحال هذه المشاكل. لا سيما السيد الرئيس انهم من اقترحوا مجموعه من النقط في جدول الاعمال وحضروا الاجتماع لجنه الميزانيه والماليه. جميع اللجان نعم عيطت اللجان كاملين لجنه الماليه لجنه ديال المرافق اللجنه ديال اللجنه الاجتماعيه. شوف تطبق القانون حرفيا. جاو اللجان داروا التقارير ديالهم يقدموهم قدام المجلس انت حضرت معاهم كاع رغم انا عضو في واحد اللجنه ما جيتش لان علاش باش ما نضغطش عليهم باش ما يقولوش داخل الدوره يقول لك راه الرئيس ضغط علينا. هذه المشاكل عندنا حنا واضحه باينه كل شيء باين ما عندناش حاجه متخبيه فهمتيني؟ اذا دابا هنا اللي كتشوف اعطوني النقطه اللي فيها شي اشكال اما قانوني او لعدم الاختصاص او او يعني جميع النقاط انا نعطيهم لكم دابا ندير لكم الوافق موافقة الموافقة الموافقة على شي كله. إذا خصك تكون عندك الوسائل تنقولوا لا 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 النقل المدرسي اللي عندنا هو اللي كاينين علاش حنا جبناه ما درناه كاين ترانسبور ديال الطوبيسات راهم كيجيو اللي عندهم شي اقتراح آخر يحطوه فهمتي ما كاين حتى شي مشكل تجبدوا أوزور أوزور كتعرفوا نهار اللي درنا الكونترا يعني عطيك شحال كان فيها الان دوبلات وهكا غادي تكون بعض الثغرات بحالنا بحال جميع هذا اللي عنده شي حاجه يدير شكايه ها كاين الاطر كاين هذا هو القانون عندك شي ثغره عندك شي حاجه اللي ما خدامهاش شكايه وجي لهنا قول انا درت شكايه وما صاوبوش ليا لان ما تكونش غير الهضره العشوائيه. الاخوان باقي عندكم شي سؤال انا موجود تفضل. السؤال اللي كاين وهو علاش ما تمش اتفاق مالية قبل هالجلسة؟ يعني كي درتي لا عمرك كتكونش اتفاقية لا اتفاقية كتكون اسمع لا بلاتي انا غادي اسمع اتفاقية كتكون عن طريق الأحزاب تمام ها اللي اتفق مع ما كانوا كلهم هنا واش حنا غندخلوا انتخابات متفقين؟ لا زيد يلا طلع قول شي حاجه اخرى. رساله سيد الرئيس شي رساله سيد الرئيس نعم شي رساله للمشرف الساكنه الشمع الساكنه ديال عائلتي كان اعتذر كرئيس وكان مجموعه كان اعتذروا على هذا الشيء اللي وقع وحنا عمرنا ما كنا كنتمناوه باش يكون في المجلس ديالنا. كنا دائما كيكون نقاش كيكون هذاك الشيء ولكن كينتهي يعني بالقرارات الصائبه فلذا احنا كنعتذر انا كرئيس والمجموعه وكرئيس المجلس كنعتذر الساكنه كامله لان بقات لنا واحد الدوره في هذا رمضان ولاحظ على هذا الوباء نكملوا ان شاء الله ما تبقى في واحد الظروف حسنه ونلبيو جميع الرغبات ديال الساكنه ديالنا. وهادشي انا لا اظن ولا وزعما كنتمنى ما يكونش تصادم لغير مصلحه المواطن خصنا نكونوا كلشي نكبوا في مصلحه المواطن اللي حنا كان وشكرا وكنشكر الصحافه اللي كتواكب